جبت لي كارنيه ب 100 بروب بعته ب 70 درهم، درهم الورقه بعته ب 70 درهم، صيفطت عاوتاني على نص تاس ديال النيبرو، جبته عاوتاني وليت تنبيع انا، وليت غادا في التجاره ديال الحبس. بقيت انا غادا في التجاره، الفلوس في الحبس، الذهب اللي كتجي كتاخد الحشيش بالسنسله بالقاتم بمانطه مازا ديال سميتو. المهم درت لاباس، تنبيع ليهم وتنبيع البنات مقيقين وداك الشيء. المهم انا زدت بحال طورت التجاره، فهمتي؟ صافي يعني بديك اللغه بحال درت بوم. قلت ليها علاش تقلبوا على الحشيش، على التليفون، فهاد بحال هكا على الفلوس؟ قالت لي قلت لها كلشي عندي انا. وصلت ليا قالت لي الضاويه دوري كامله درت، قالت لي حطي داك الشيء اللي عندك. بديت تنجبد وتنحط تنجبد وتنحط كلشي، حيتو لقاو عندي الحشيش، لقاو عندي الدواء، لقاو عندي الشراب من نوع فوتا الشراب البيض، لقاو عندي سميتو نيفو، خمسه ديال المهم تكون الدويرة عندها 50 عام، عندها تجربة كبيرة، عندي 17 عام وسبعة شهور ديال الحبس اللي دوزات هاد المرأة، ولكني ما كاين لا استفادة لا والو، كاين على الله الوطن الملك، لازم يمشي نيشان حيد من طريق الغابة. هادشي كون لقينا حنا اللي نصحنا في هذا، أنا كون لقيت بعدا اللي نصحني ما غنوصلش وليدي لهادشي. الأول ديال الطيشة ديالي باش غنولي نتبزناز، باش حيت انايا واخا خرجت لديك الغابة ما مشيتش في السرقة ولا في النصب ولا في الشيكات ولا في والو، مشيت في التجارة. انا في الاول مشيت بالظلم للحبس، عامين الحبس مشيت بالباطل، يعني ما دايره فيها والو، لا بيدي لا بالعود كما تيقولوا بداك المثل ديال المغاربة. انا باقا صغيرة، عندي 19 عام في 95، واحد الدراري ولاد الحومه تيشربوا، انايا خارجه نجيب الخبز والنعناع في الليل مع الوحده ديال الليل، كاين واحد مول الحانوت تيبقى عندنا في الحومه، خارجه نجيب داك الشيء، لقيت الدراري كيشربوا. سلام سلام ولاد حومتي، سلام سلام معاهم هاد الضحيه اللي غيشد في الضاويه، عرف عسمي الضاويه. انا دايزة، وهذا الشيء اللي كنقول لكم راه كاين دراري دوزوا معايا وانا دوزت معاهم في هذا المونتيف، كاملين حنا بثلاثة اللي دوزنا ما دايرينش، واللي داير ما دوزش والو، أنا اللي غنبريه. المهم ما عليناش أخوتي، منين لقيت السلام السلام، وأنا نقول لهم أخوتي رانا جيت لقيت هذا مول الحانوت سد بلا ما نسميه، قلت لهم راه بغيت الخبز، هو ينوض واحد قال لي أختي الضاوية أنا غنمشي نجيبك الخبز من الدار. هذا اللي غيدير دابا الضحية جالس يشرب معاهم، هذا اللي غيدي للضحية هو اللي جاب لي الخبز من دارهم، جاب لي الخبز ديال الدار ما مشيت الحانوت. المهم ديت الخبز نعناع ماشي مشكل، رجعت لداري داز. المهم انا ما فراسي والو، هو هذا اللي جاب لي الخبز، هذاك المول اللي تيدير الكرود النعناع اللي كيشرب معاهم الضحيه هو تيعرفو، وانا تيعرف على السميه الضاويه هي هذيك. المهم داز 15 يوم انا من فراسي والو، ورا كريساه ودالو داكشي اللي عنده وشرب هو وياه، وحيد له حتى السبرديله مشى عند البوليس هكاك، وخوا داك الشراب اللي قالك اللي بقى عنده فوق راسو خوا قال لهم راه خوا عليا هويا، باش حيت هو سكران باش ما يشموش في ريحه الشراب. قال لي وقلنا دابا شنو وقع لك؟ قال له انا كنت غادي للمارشي وتلاقيت واحد الدراري جالسين ومعاهم بنت مريحه، شنو سميت هاد البنت اللي هي الضاويه؟ قال لي سميت البنت، قال لي الضاويه، وانا ما ريحتش انا دايزه ومشيت بحالتي واقفه هي هذيك. قال لهم سميتها الضاويه، ما عقلت حتى على واحد سميته، هو راه واحد اللي دار له، حطنا كاملين حنايا هذوك الدراري اللي كانوا معاه جوج وانا الثالثه واللي داله هو الرابع والضحيه راه هو الخامس هي هذيك. انايا بقيت 15 يوم تا عادية، تنمشي السوق تندخل تنخرج ما فراسي حتى حاجة. هي ديك واحد النهار هما تيوقفوا عليا البوليس، أنا مش عارف لا حناش لا والو، واحد الدري تيقول لي الضاوية هادوك راه الحناش، هادوك راه الحناش. قلت له شمن حناش وحق الله العظيم ولدي تنقلب حدايا،
تنقول زعما شنو فينا هما هاد الحناش، ما تسحبليش انا الحناش هما البوليس. شويه تيدير ليا بكاسكيطه زعما راه البوليس، وانايا ما عندي والو. صافي وقفوا عليا البوليس، قال لي سميسك، قلت له الضاويه، قال لي تمشي معانا، قلت له علاش، قال لي لاكارت، قلت له انا ما مصايباش لاكارت، بقى مصايباش لاكارت، قال لي مزوجه، قلت له انا مزوجه وراجلي في الطالق في السبليون، وانا راه عندي جوج الاولاد خلاهم ليا، ديك الساعه عندي 19 عام، خلاهم ليا الزوج ديالي ومشى خرج ما بقاش رجع. ديك الساعه في 95 وراجلي خرج في 90، 5 سنين باش خرج. هي هذيك قال لي تمشي معانا، مشيت معاهم. قال لي شكون اللي كان ديك النهار، نهار الفلان الفلاني، شكون اللي لقيتي؟ حيت هو قال لي كنتي معاهم، قلت له انا ما كنتش معاهم، انا راه غاده يزا. قال لي وشكون؟ قلت له فتاح فريم، قلت له فلان وفلان وفلان بلا ما نسميهم. هي هذيك صدقت انا بحال انا اللي جايبه دوك الدراري الاخرين، واحد تيبيع البال، مشاو لقينا هكا باقا عاقله 160 160 160، هزوا الحناش كما دابا وليت تنعرفهم الحناش. مشينا لهذاك الاخر عنده حانوت ديال تنجار، حتى هو ولد حومتي، لقاوه وسط الحانوت جبدوه جابوه. احنا ولينا ثلاثه، اش داروا لنا؟ تكوين عصابه اجراميه، واللي داير داك الشيء هارب لتطوان، اللي دا لهذاك الضحيه داك الفلوس. وهو تيقول لهم، قال لك يقول لي الرئيس قول لي شكون هي الضاويه، تيقول لي ها هي، حيت ما كان ديك الساعه لا تحقيق لا والو، ديريكت الجلسه اشنو 15 يوم استدعاء الحكام، عامين ضاوية، عامين هذاك فلان، عامين فلان الاخر، عامين، 6 سنين ما دايرين فيها حتى حاجه. عاود لي مول الضاوية ديك العامين شنو الخبايا اللي انا دخلت غندخل الحبس، الضاوية داخله صغيره ما عارفه والو، ما عارفه حتى حاجه، ما تنعرفش ديك الساعه لا حشيش لا تجاره لا البنات تيكمي ولا والو. هي هذيك دخلوني الحبس، تلقى عالم اخر، عالم اخر، القور المغاربه. المهم بعدا انا اول خطره باش دخلوني، دخلوني البيبان مسدودين، تلقى فهمتي، تلقى داكشي تنقول واقيلا راه غيديوني انا غير البوست ولا ما فهمتش انا فين كاينين هاد البنات اللي مسدودين. هي هذيك شويه المضافه قالت لي حيدي حوايجك، قلت لها علاش؟ قالت لي تقلبي، قلت لها انا قلبوني، قالت لي انا هادوك البوليس بوحديتهم، وهنا راه مؤسسه غنقلبوك باش نفيكسيوك غتمشي الشومبر. انا ما عارفه لا شومبر لا والو، انا داخله بوجاديه اول خطره. هي هذيك المهم قلت لها اها حيت قلباتني، لبست حوايجي تما تغادى بيا، وكاين واحد كان ديك الساعه في الزاكي واحد البيت كبير، بداو البنات يغوتوا الضاويه، الضاويه بنات حومجي تيعرفوني، وهي غادى بيا لواحد الشومبر اخر سميتو سته. قلت لها لا 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 رجعيني اختي لهاد، الله يرحمك الوالدين، رجعيني لهاد الشومبر البنات عرفوني. رجعت تما دخلت لقيت صاحبتي واحد البنت، بنت تمار، هي ماشي صاحبتي، تصاحبت معها اصلا في الحبس. دخلت كي دخلت عيطات ليا، بقيت نتعاود انا وياها علاش جيتي، قلت انا جايه على الباطل هادي. المهم هي هي كتبيع ديك الساعه في الحبس، تتبيع الحشيش وداكشي قرقوبي، سميتو النيبرو، الشراب، كلشي، الشراب البيض الفودكا. دخلت انا لقيت داكشي فهمتي، قلت ليها المهم تعاشرت معاها، قلت لها حيت انا دارنا عائله محافظه، اخواني ما تيجيوش عندي الزياره بصفه نهائيه. قلت لها انا راه خصني باش ندبر على راسي وانا جايه في الباطل وهادي، راه بغيت شي حاجه. قالت لي عرفتي شنو غديري؟ انا غنحيد النبر وبعينتي. قلت لها وكيفاش؟ قالت لي انت عاد هذيك واحد الموظفه الله يذكرها بالخير، قالت لي انت عندك مع اختي فلانه، عطيها 5 دراهم قول لها تجيب لك كارنيت النبر. عطاتني هي هذيك صاحبتي 5 دراهم، عطيت الموظفه جابت لي كارنيت النبر، بعته ب 70 درهم، درهم الورقه، بعتو ب 70 درهم، صيفطت عاوتاني على نص ترس ديال النيبرو، جبتو عاوتاني وليت تنبيع انا، وليت غادا في التجاره ديال الحبس. هذيك صاحبتي غيهزوها ترونسفير، غتخلي ليا كلشي، هزوها ترونسفير المحمديه، خلات ليا داكشي اللي عطى الله في سميتو، شديتو حتى انايا رزيت، تنقول ربي ورضات الوالدين ما بغانيش نتبهدل في هذا الحبس، الموظفات المهم كلشي اللي كتعامل معاهم، هي ديك صاحبتي وراتهم ليا. المهم انا كديك الساعه باش كنت انا وياها تنعرف شكون اللي كتعامل معاه، مني مشات ما لقيت صعوبه، يعني اختي فلانه تجيب لي، اختي فلانه الاخرى تجيب لي الحاجه، اختي المهم كل وحده عارفاهم. بقيت انا غاده في ديك التجاره، الفلوس في الحبس،
الذهب اللي كتجي كتاخد الحشيش بالسنسلة بالقاتم بمانطا مازا ديال سميتو. المهم درت لاباس انا غنتعطى حتى انا، حيت انا اللي بقيت خدامه في الحي وكنبيع مع الكور، حتى الكور تنبيع معاهم واخا مشي عارفهم شتي يقولهم شتي عارفوني شتي نقول تنتفاهم معاهم مع الاشاره تنبيع ليهم وتنبيع البنات نقيقين وداكشي. المهم انا زدت بحال طورت التجاره فهمتي صافي، يعني بديك اللغه بحال درت بوم كلشي ولا عارف صافي. وما يجيو جاو دخلوا واحد لافي مع جوج النهار، انا ديك الوقيته جوج النهار تنهز فلوسي تنهز تليفوني تنهز سارجوري تنهز حشيشي كلشي تنهزو معايا، والبنت اللي معايا حتى هي تتهز داكشي اللي بقى، يعني ما خصنيش نخليه في الشومبر تنخرجوا معايا وندخلوا معايا. هي هذيك قبل من جوج ونص انا لقاوني مريقله اموري زعما دايره داكشي تحت مني طق 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 خرجوا لافوي لافوي علاش. هي هذيك خرجنا تصلبنا، المهم كاملين شي 200 مسجونه تصلبنا في لاكور تيقلبوا. انايا عندي مع واحد الرئيسه وتنشكرها، وتا هي بنت البلاد بنت سلا الله يخليها اللي سربيسها والله يخرج تربيسها على خير. المهم تنشكرها في هذه المناسبه. هي هذيك عيطت ليها قلت ليها علاش تقلبوا على الحشيش على التليفون بحال هكا على الفلوس؟ قالت لي اه، قلت لها كلشي عندي انا. قالت لي صافي، قالت لي انتي غنكمل هاد السبعه وغنوصل لك غتحطي هذاك الشيء كامل فوق الطابله. هضرت مع موظفه اخرى قالت لها جيبي الطابله داك ديال ماشي الطابله داك ديال القسم داك البيرو هكا ديال القسم حطاته تما في لاكور قدام من مور حنا حيت مصلبين مع الحيط. هي هذيك وصلت ليا قالت لي الضاويه دوري كامله درت، قالت لي حطي داك الشيء اللي عندك. بديت تنجبد وتنحط تنجبد وتنحط كل شيء حطيته. هي هذيك جبد داك الشيء حطيته فوق سميتو. المدير دار فيا ها هما حبسوا لافوي على داك الشيء كاع اللي باقي، يعني داك الشيء اللي كيقلبوا عليه هو هذاك راه لقاوه. صافي مشينا دخلونا لقاو عندي الحشيش لقاو عندي الدواء لقاو عندي الشراب من نوع الفودكا الشراب الابيض لقاو عندي سميتو نيبرو. اشترك الان في قناة اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة الكترونية وطنية شاملة ومستقلة.